أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مع حصة أخرى من شرح نصرة الكتاب أي الحذفية ومع حرف الراء. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين: والراء جامع راكعين راشد، والرازقين رحيمين راويد، كلا حرام الأنبياء وسحيرا، عمران أميرة فراشا خرا، لفظ أرايت وسراج فرقان، مرغما صيرة ما تنتصرا، طرديتم صار بلا في النحل، بشرى يا راعين ترابا النمل، والرعد ما كنت ترابا راجعون، والناشئات الصابرات راسخون، راغب بجامع إبراهيم راعون، مهاجرات ترى الخراسون، إكراهيهن حسرات غمرات، في الزاجرات التمرات بقرات، مرات عورات دراهم حجرات، مغارات والذاكرات قصيرات، ومتجاورات ما مبشرات، فرادى مقصورة فالمدبرات، والمعصرات وبحران الخيرات، مسخرات طرداه غيرات. انتهى من حرف الراء رحمه الله تعالى. فيقول: والراء جمع راكعين. كلمة الراكعين إذا كانت جمعا، وسبق ونبهنا أن الجمع سواء كان للمذكر السالم أو للمؤنث السالم فيطرد فيه الحذف، فكلمة الراكعون سواء كانت بالمعرفة أو النكرة تكتب بالحذف بشرط أن تكون جمعا، كقوله سبحانه وتعالى: الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، في إن الله اشترى. وكذلك راكعون نكيرة، راكعون اللي هي في ربع وأنحكم. أما الراكعين فوردت في موضعين في القرآن، مع أن تنزل في تلبسوا في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وكذلك في ربع إن الله اصطفى: واركعي مع الراكعين. واركعي مع الراكعين بالمناسبة قد تحط معها مع الرسول، مع الراكعين مع الرسول، هنا الحطية كتحكم على من العين بالفتح إلى الألف واللام والراء. ثم قال رحمه الله تعالى: والراء جمع راكعين راشد، كلمة راشد حيثما وجدت، والرازقين أيضا، والراحمين أيضا، وراويد أيضا، كلا يعني هذه المفردات التي سبقت كلا ترسم بالحذف. ثم قال: حرام للنبي. هذا كلا إما أن تعود على الكلام السابق وإما أن تعود على اللاحق، أن يكون الحرام كله بالتبت إلا حرام الأنبياء. فحرام في سورة الأنبياء وردت بالحذف، وحرام على قرية أهلكناها في ربع ودنون إذ ذهب مغاضبا، هذه وردت بالحذف، وحذفها هذا نوع من أنواع الحذف اللي هو حذف الإشارة، إشارة إلا أن قراءة أخرى تقرأها بغير ما نقرأ به اللي هي حرام، يعني تقرأها بحرمون. كلا حرام لنبيا والنفود النوني، وساحران، كلمة ساحران حيث وجدت تكتب بالحذف، وعمران حيث وجدت تكتب بالحذف، ميرات ولله ميرات السماوات والأرض حيث وجدت تكتب بالحذف، فراشا أيضا حيث وجدت تكتب بالحذف، آخران يقومان مقامهما
أيضا هذه الكلمة تكتب بالحذف. ثم قال لفظ أرايت وسراج فرقان. لفظ أرايت حيثما وجدت كلمة أرايت أرايتم، هذا اللفظ مضطرد فيه الحذف بدون شك. حيثما وجدت كلمة أو لفظة أرايت أرايتم فهي تكتب بالحذف. لفظ أرايت وسراج فرقان. سراج الفرقان اللي هو في الربع ديال ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، وبالضبط عند التومون تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا. سراجا هذه غاربة واحدة مكتوبة بالحذف ولا يوجد غيرها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا. وسراج فرقان قال مرغما صراطا مع تنتصرا. كلمة مرغما تكتب بالحذف مطلقا، صراطا أو صراطا أو صراطا حيثما وجدت تكتب بالحذف، مع تنتصران في الرحمن أيضا ترسم بالحذف. ثم قال تراضيتم سرابيل في النحل. تراضيتم تراضيتم مرسومة بالحذف، وكذلك تراضوا تراضوا تراضيتم هذه أختها، وعكسهم المراضعة وزيد عليهم. أما وعن تراضين أيضا عكسهم هذا بالتبت الحذف تراضوا تراضيتم فقط باش ما نضيعوش المعلومات. تراضيتم سرابيل في النحل. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. هذه الكلمة سرابيل مرسومة بالحذف. بشرايا هذا غلام، بشرايا مرسومة بالحذف. راعنا حيثما وجدت مرسومة بالحذف. ثم قال تراب النمل والرعد مع كنت ترابا. كلمة تراب تكتب بالتبت إلا ثلاثة، ثلاث كلمات هي التي كتبت بالحذف، أما الباقي فمكتوب بالتبت مرسوم بالتبت. ويقولون فيها نص احذف ترابا في ثلاث كلمات في الرعد والنمل وفوق النازعات، يعني هي موجودة في ربع وإن تعجاب، وموجودة في ربع قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، وموجودة في ربع عما يتساءلون. في الربع ديال وإن تعجب كاين في السطر الأول، وإن تعجب فعجب قولهم أهدا كنا ترابا قل الحمد كاين عند التمون بل الدارك علم في الآخرة بل في شك منها بل منها عامون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا. وعما توجد فوق صورة النازعات، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال تراب النمل والرعد مع كنت ترابا. راجعون قال راجعون، راجعون ترسم بالحذف مطلقا. والناشرات أيضا، والصابرات أيضا، وراسخون أيضا. ثم قال راغب بجمع. كلمة راغب يشترط في رسمها بالحذف أن تكون جمعا، فإن لم تكن جمعا فلا تكتب بالحذف، كقوله سبحانه وتعالى إنا إلى ربنا راغبون في فطافة، هذه مرسومة بالحذف. وكذلك في ولا ورادوا إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات، هذه أيضا ترسم بالحذف لأنها جمع. المهم أن كلمة راغب يشترط فيها الجمع، إذا كانت جمع رها محذوفة. راغب بجمع إبراهيم. إبراهيم في القرآن كله مرسومة بالحذف، وكتحط معها إبراهيم دراهيم إكراههن من الراء محذوفة متبوعة بالهاء، وعكسهم لا إكراها في الدين. يقول إبراهيم راعون. مهاجرات ترسم بالحذف مطلقا، وكذلك كلمة تراء الراء محذوفة، أما الهمزة فثابتة. وفيها نص يقول يسائلا عن قوله تراء الهمز بالتبت وحذف الراء والوقف بالتوسيط والإمالة هذا الذي صحت به القراءة. المعنى ديال النص يسائلا عن قوله تراء الهمز بالتبت تراء وحذف الراء والوقف بالتوسط إلى بين نوقف عليها ما بينش نسيلوها والإمالة، من كان وقفوا كنوقفوا بالتوسط مع الإمالة، أما في الخط فلا توجد إمالة. والوقف بالتوسط والإمالة هذا الذي صحت به القراءة. ثم قال الخراصون، قتل الخراصون. الخراصون هذه راؤها محذوفة. إكراههن، وسبق وقلنا أنها قد تحط مع إبراهيم ودرعيم. إكراههن مرسومة بالحذف. حصرات أيضا، غمرات أيضا، فزاجرات أيضا،
والتمرات أيضا، بقرات أيضا، هذه ترسم بالحذف بدون نقاش، مرات، عورات، دراهم، حجرات، مغارات، والذاكرات قاصرات. المهم أنها إلى جينا نتابعوا غادي نلقاو أكثر ما يكون الحذف كيكون في الجمع، سواء كان جمع للمذكر السالم أو للمؤنث السالم، إلا نادرا ما يكون في غيره. دراهم حجرات ومتجاورات مع مبشرات، فرادة مقصورات فالمدبرات، والمعصرات أيضا، وبحران الخيرات، مسخرات تراضوا مغيرات. هناك تنبيه، كلمة حرام ترسم قلنا بالتبتي مطلقا إلا حرام الأنبياء، وترسم مطلقا سواء كان معناها الحلال الحرام الذي هو ضد الحلال، كقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، أو كان معناها البيت الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيا كان ترسم بالتبت إلا كلمة اللي هي فود النوني اللي هي وحرام على قرية، وهو حذف إشارة كما أشرنا إلى من يقرأ بي وحرم. على كل نقرر قراءة الأبيات. والراء جامع راكعين راشد، والرازقين راحمين راويد، كل حرام الأنبياء وساحران، عمران أميرة فراشا خران، لفظ أرايت وسراج فرقان، مرغمان صراط ما تنتصرا، تراضيتهم سرابيلا في النحل، بشرى يراعين تراب النمل، والرعد ما كنت ترابا راجعون، والناشرات الصابرات راسخون، راغب بجامع إبراهيم راعون، مهاجرات ترى الخراصون، إكراهيهن حصرات الغمرات، زاجرات التمرات بقرات، مرات عورات دراهم حجرات، مغارات والذاكرات قاصرات، ومتجاورة مع مبشرات، ومتجاورة مع مبشرات، فرادى مقصورة فالمدبرات، والمعصرات وبحران الخيرات، مسخرات طرد مغيرات. حرف الزاي، والزاي من الزاهدين همزات، تزاور والزارعون الزاجرات، زكية جزاء حشر وزمر، والولان في العقود تستطر، جزاؤه ثلاثة في يوسف، وصورة الشرع عليك بالوفاء. قبل أن نختم وأنا أقرأ الأبيات تذكرت يعني الاستثناء في قوله راغب بجمعين، فكلمة قول كلمة أراغب أنت عن آلهتي هذه بترك لأنها ليست جمعا، أراغب أنت عن آلهتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نرى وما نقرأ وما ندرس، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسنات من علمنا وحسنات والدينا، إلى منتهى الإسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلى وأعلم.